هذه أبرز العناوين. برلماني فرنسي يصرح: الاتحاد الأوروبي مطالب بالحفاظ على شراكته طويلة الأمد مع المغرب وإطرائها. وزيرة خارجية إسبانيا تهاجم الحزب الشعبي بسبب المغرب. المغاربة حاصروا سبتة ومليلية عسكريا أكثر من 100 مرة دون استرجاعهما. برلماني فرنسي: الاتحاد الأوروبي مطالب بالحفاظ على شراكته طويلة الأمد مع المغرب وإطرائها. أكد لوران غارسيا النائب بالجمعية الوطنية الفرنسية من مقاطعة مورت إيموزيل أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالحفاظ على شراكته متعددة الأبعاد وطويلة الأمد مع المغرب وإطرائها. وفي أعقاب لقاء جمعه اليوم الأربعاء مع القنصل العام للمغرب بستراسبورغ إدريس القيسي، سجل النائب الفرنسي أن المغرب يعد شريكا تاريخيا للاتحاد الأوروبي المدعو إلى تعزيز هذه الشراكة والحفاظ عليها وإطرائها. كما دعا غارسيا إلى تجاوز الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا من خلال الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية بما يخدم مصلحة البلدين الجارين. وأضاف في تصريح نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء: والدي مهاجر إسباني ولدي الكثير من الأصدقاء المغاربة، يتعين العمل من أجل تسوية هذه الأزمة الدبلوماسية بما يخدم مصلحتنا جميعا. وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أكد النائب الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاضطلاع بدوره كاملا لمناقشة الدول التي تواجه هجرة مكثفة على جانبي ضفتي الحوض المتوسط. وزيرة خارجية إسبانيا تهاجم الحزب الشعبي بسبب المغرب. هاجمت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس الحزب الشعبي الإسباني بسبب أسئلته حول الأزمة مع المغرب وعملية مرحبة، وعلى خلفية طلب كان قد تقدم به الحزب نفسه للتهدئة مع المغرب. دعت لايا الحزب الشعبي الإسباني إلى العودة إلى سياسة الدولة في مواجهة الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، مدافعة عن كون موقف إسبانيا فيما يتعلق بالصحراء لم يتغير مع وصول الحكومة الائتلافية وأنها لن تفعل ذلك في المستقبل. وطالبت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني أرانشا غونزاليس لايا من الحزب الشعبي العمل من أجل الصالح العام للإسبان والعودة إلى سياسة الدولة في مواجهة الأزمة المفتوحة مع المغرب. وجاء جواب وزيرة الخارجية الإسبانية لايا في مجلس النواب خلال جلسة الرقابة الحكومية ردا على سؤال من نائبة حزب الشعب فالنتيا مارتينيز فيرو التي اتهمت غونزاليس لايا بخداع نفسها في الصراع مع الرباط، وذلك وفق ما أوردته صحيفة إسبانية. وشددت الوزيرة وفق المصدر ذاته على أن الحكومة لم تسع ولم ترغب ولم تؤجج أزمة بين إسبانيا والمغرب، مؤكدة على أن البلدين تمكنا في السنوات الأخيرة من العمل في تعاون نموذجي. واستعرضت النائبة عن الحزب الشعبي أمام وزيرة الخارجية قضية استبعاد إسبانيا من عملية مرحبة المعروفة بإسبانيا بباسو ديل إستريخو والإغلاق التجاري لمليليا وتأجيل القمة الثنائية مع الرباط وقضية غالي ودخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة. وتهربت لايا من الإجابة عن باقي التساؤلات المطروحة حول طاولة وزارتها أمام البرلمان، واكتفت بحصر النقاش في كون موقف بلادها ثابت من ملف الصحراء المغربية وأن إسبانيا تدعم الحل الأممي للملف. المغاربة حاصروا سبتة ومليلية عسكريا أكثر من 100 مرة دون استرجاعهما. لأن المغرب ظل يعتبر المدينتين سليبتين فقد حاول على الدوام استعادتهما، وكانت أبرز هذه المحاولات من تخطيط السلطان المولى إسماعيل في القرن السادس عشر الميلادي إذ حوصرت مدينة سبتة لفترة طويلة لكن دون جدوى. كما حاول مولاي محمد بن عبد الله عام 1774 محاصرة مدينة مليليا دون أن يتمكن هو الآخر من تحريرها. ويؤكد المؤرخ حكيم بن عزوز في كتابه موسوعة مأساة الأندلس من سنة 1483 إلى سنة 1609 أن المغاربة بذلوا جهودا كبيرة لاسترجاع المدينتين، حيث يسجل التاريخ أن هناك أكثر من 100 حصار ضربت على المدينتين من أجل استرجاعهما، وكانت هجمات ومعارك يومية ومستمرة من أجل دحر الاحتلال. نعم 100 مرة، فنفس الرقم يمكن أن نقرأه في أكثر من مصدر مهتم بتاريخ المدينتين السليبتين. فبالنسبة لمدينة سبتة على سبيل المثال، يكتب المؤرخ بن عزوز الذي فارق الحياة سنة 2014 فقد حاصرها المولى إسماعيل في المرة الأولى 5 سنوات واستعصت عليه لأن مدينة سبتة كانت محصنة بشكل قوي حينها.
وعاد إليها مرة ثانية بعدما استجمع قوة عسكرية من القبائل خاصة غمارة، وأسس معملا لصناعة السلاح والبارود في تطوان، وقام بمحاصرة تبت من جديد طيلة 34 سنة كأطول حصار في التاريخ، وهو ما يؤكد أن المغرب لم يسكت يوما واحدا على احتلال المدينتين. وفي الماضي القريب يمكن أن نتوقف عند محطات أخرى حاول فيها المغاربة استرجاع المدينتين المحتلتين بالقوة العسكرية. في القرن العشرين حاول ذلك قائد ثورة الريف عبد الكريم الخطابي، خاصة وأن قوته العسكرية كانت تسمح له بأن ينجح فيما فشل فيه من حاولوا قبله، خاصة وأنه سبق له وهزم الجيش الإسباني المتطور في أكثر من مرة، معتمدا في ذلك على حرب العصابات. غير أن العديد من الروايات تقول أنه في وقت من الأوقات أحجم عن ذلك، خاصة بعدما تحالفت ضده القوى الاستعمارية لكل من إسبانيا وفرنسا. بوانو يرد على أخنوش: وعودك غير معقولة. انتقد عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار والوزير في حكومة سعد الدين العثماني، وذلك على خلفية خرجته الأخيرة بأكادير في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة. وقال بوانو أن الشعارات الانتخابية المتداولة التي تعد بطبيب لكل 3600 فرد غير موضوعي وغير معقول ولا تسنده المعطيات المتوفرة حاليا، خاصة على مستوى مسار التكوين ومؤسساته. وكان أخنوش قد تحدث في أكادير في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبل عن مشروع لإعادة هيكلة سلسلة العلاجات عبر تمكين المواطنين من ولوج مراكز علاج القرب، قصد الحصول على العلاجات الأولية داخل آجال سريعة. 50 مليار الإنجازي، الصين تنافس فرنسا على تجافي مراكش أكادير. بعد أن كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد القادر عمارة بمجلس المستشارين الاتهام عن مستجدات مشروع خط القطار الفائق السرعة مراكش أكادير في علاقة بالدراسات التقنية في هذا الإطار، وضعت شركة صينية بين يدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مراسلة أبدت من خلالها اهتمامها بهذا المشروع الضخم الذي سيوفر رحلات على متن التجافي بين المدينة الحمراء وحاضرة سوس. الشركة الصينية الرائدة في مجال تشييد البنيات التحتية حاولت أن تعرض نقط قوتها فيما يتعلق بتعبئة خبرات المهنيين في هذا المجال، وطرق باب مجموعة السكك الحديدية الصينية والأكاديمية الصينية لمؤسسة علوم السكك الحديدية من أجل إنجاز هذا المشروع. وإن كانت الشركة الصينية تبحث عن موطئ قدم لها في هذا المشروع عبر شراكة مع إحدى المجموعات، فإن الوزير عمار يبحث بدوره عن منافذ تمكنه من التمويل عن طريق شركاء دوليين يشهد لهم بعلو كعبهم في هذا المجال، بعد أن أشار بالقول إن المشروع يعرف خطوات متسارعة في إحالة منه على الدراسات التقنية المنجزة في هذا الخصوص.